الراديو 90-90 هواها مصري. أخبار على طريقة المعلمين، مش معلم الواحد والمعلمين كلهم. الصين تبني أضخم حوت في العالم. إيه ده؟ الصين بنت حوت بلاستيك ضخمة معمول من النفايات البلاستيكية الموجودة بالبحار والمحيطات للفت انتباه العالم للأخطار المدمرة للأسماك والحيتان النادرة بسبب انتشار الأخطار اللي ممكن تدمرها، يعني بسبب انتشار المخلفات في البحار والمحيطات. الحوت البلاستيكي اللي بنته الصين مكون من 12 طن من عبوات البلاستيك وطوله 9 متر ووزنه أكثر من 12 طن، ويعتبر الحوت ده هو الحوت البلاستيكي الأضخم في العالم. عمدة فرنسي يصدر مرسوما بحظر دخول الناموس إلى القرية. عمدة في إحدى القرى الفرنسية أصدر بيان بحظر دخول الناموس والبعوض رسميا للقرية اللي بيحكمها. العمدة قال إنه ملقاش حل تاني يعمله، لأنه كل ما حد يقابله بيشتكي له من الناموس، وإن القرية بقت مليانة ناموس بشكل لا يطاق ومفيش في إيده حاجة يعملها. فأصدر بيان عشان يخلي الناس تفهم إنه مفيش في إيده حاجة يعملها، فقال لناموس: امشي يا ناموس غلوسة مش عارف إيه. تخيل بقى، يعني لو كل حاجة في حياتنا مضايقانا، انت ممكن يكون ايه بيضايقك ونصدر له بيان علشان ما يجيش. العمدة هناك اصدر في احدى الاماكن في فرنسا اصدر المقاطعة انه بس الناموس ما يدخلش القرية. فتاة تصبح مليونيرة لمدة 10 دقائق. سيدة أمريكية اسمها إلين عايشة في بوسطن اتفاجأت برسالة من البنك بيقول لها حسابها اتحوله $1,000,000 حالا. إلين قالت: أنا مش هكلم البنك ولا أقوله أي حاجة، لأن المبلغ ده اتحول لي بالغلط، وهفضل ساكتة وهسيب الشغل وهسدد ديوني وهعيش مليونيرة. وكلمت والدتها للاحتفال معها بالخبر، ولكنها قلقت بعد كده من المشاكل القانونية اللي ممكن تحصل لها، فاتصلت بالبنك وطلع التحويل كان رايح لسيدة تانية بنفس الاسم واللقب وتحول لها بالغلط، واتسحبت الفلوس منها مرة تانية من الحساب، وكل ده تم في 10 دقائق. وإلين هي أقصر مدة مليونيرة في العالم. بتفكر إلين كمان تدخل موسوعة الأرقام القياسية وتكسب من وراء الموضوع. قناة الجميع في انتظارها وانتظار انطلاقها، وكلام كتير يخص هذه القناة، وهل هي قناة رياضية أم قناة عامة أم قناة فنية أم قناة... سباح بلغاري عنده 64 سنة دخل في تحدي انه ربط ايديه ورجليه بسلاسل حديدية ودخل في كيس مقفول تماما وقال لهم ارموني في البحر. رغم كل التحديات قدر انه يعوم 3380 متر. 64 سنة، خد لي بالك انت، وهو متكتف جوه الكيس البلاستيك، خد لي بالك انت. وكسر الرقم القياسي اللي حققه قبله واحد في 2013 صياد هندي سنة 2013، وعمل ايه عام 3071 متر وهو متكتف، بس ما كانش حاطينه بقى في كيس بلاستيك. ودخل موسوعة الارقام القياسية باطول مسافة سباحة تحت ظروف قاسية قوي. الراجل 64 سنة وحطوه في كيس زبالة ورموه في البحر وعام، يا جدعان. طيب، النيابة العامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أمرت بالقبض على 3 من مشاهير السوشيال ميديا في الإمارات ومحاكمتهم لتعريض أرواحهم وأرواح المواطنين على الطريق للخطر بسبب يا دي رقصة كيكي تشالنج على الطريق، وكمان نشرهم للتحدي على صفحاتهم اللي هيشجع ناس كتير بيتابعوهم إن هم يعملوا كمان هم كمان التحدي. كمان في المملكة العربية السعودية النهاردة برضو في واحدة اللي أنا عرفته إنها برضو اتقبض عليها في موضوع تحدي كيكي. وجبات مجانية مدى الحياة ووظيفة لطفلة ولدت في أحد مطاعم الوجبات السريعة. ست وجوزها كانوا بيتغدوا في أحد مطاعم الوجبات السريعة في تكساس الأمريكية، فاجأتها ألام الولادة واضطرت إنها تولد في المطعم. المطعم بالمناسبة دي قال هيحصلوا على شهادة من خلالها هيحصلوا على وجبات مجانية من الفرايد تشيكن، عرفت هو إيه المطعم؟ ما علينا، يعني من الدجاج المقلي مدى الحياة. وكمان وعد بوظيفة للطفل أول ما يبقى عنده 14 سنة أنه هيفضل يشتغل في المكان بمرتب كويس جدا. الأب كمان أكد أنه كتب في شهادة ميلاد البنت اللي أنا بنوتها أنها تولدت في مطعم الوجبات السريعة ده. طبعا أنت لو عندك، يعني لو أنا حامل مثلا يعني ولدت في مطعم الوجبات السريعة يرموني في الشارع، يلا احنا ناقصين قرف. افتتاح أصغر مكتب سياحي في العالم في صندوق هاتف عمومي بفرنسا. تم افتتاح أصغر مكتب سياحة في العالم في كشك تليفونات عمومي في قرية بإقليم كانتال في فرنسا، وشباب القرية هم اللي تطوعوا وعملوا المشروع ده وجهزوا مئات النشرات الدعائية لتوزيعها للناس ومئات الكتيبات اللي بتحمل وصف دقيق للقرية ومميزاتها. سكان القرية قالوا ان هم بيأملوا ان الخطوة دي تشجع السياح على زيارة القرية، وبيسعوا حاليا لتسجيل مكتب السياحة في جانس ريكورد كأصغر مكتب سياحي في العالم. في أفكار